هتعمل ايه لو ركبت اتوبيس بالليل وركب معاك في الاتوبيس ده شيء غير بشري، وتبدا كمان تحصل معاك حاجات غريبه ومرعبه وغير متوقعه من بعد ما الشيء ده ركب؟ لو انت فاكر ان حاجه زي كده صعب انها تحصل، فخليني بقى اصدمك بالحكايه اللي هحكي لك دلوقتي، وهي حادثه مرعبه حصلت في مدينه بكين في الصين، لما الباص رقم 375 واللي كان المفترض ان هو يبقى اخر باص هيخرج من المحطه اتحرك بعد منتصف الليل، والركاب اللي كانوا فيه كانوا ركاب حرفيا قليلين جدا يتعدوا على صوابع ايد واحده، ولكن في طريقهم بيتفاجئوا بمجموعه ظلال بتظهر قدامهم بتوقف الاتوبيس، ولما السواق بيفتح الباب وبيركبوا السواق بيكون فاتح بقه من الصدمه، والناس بيتجمدوا في اماكنهم من اللي شافوه. السواق بيقفل الباب وبيتحرك بالاتوبيس، ولكن هل الناس اللي ركبوا دول فعلا بشر؟ والاهم هو ايه اللي حصل للناس اللي راكبين الاتوبيس في الليله ديت؟ كمل معايا لان اللي حصل في الاخر هيصدمك، وما تنساش تعمل لايك عشان تساعد الفيديو ان هو ينتشر. لكن قبل ما نبدا خلينا اكلمكم عن موقع كنز الميد، والموقع ده لو انت ما تعرفوش فهو كنز حرفيا، لان في ظل الامراض المنتشره ربنا يحميكم جميعا تشخيص الحالات ليك او لغيرك بيكون اوقات صعب على الدكاتره الموجودين هنا، وده بقى اللي بيتيحه لك موقع كنز الميد، ان انت بتستعين بالخبرات والكفاءات العاليه من دكاتره موجودين في دول تانية. ومش بس كده، الموقع كمان بيقدم لك خدمه ان هو يقدر يجيب لك اي دواء انت محتاجه من بره بلدك وبيبعته لك لحد بيتك، وهتلاقوني سايب كل التفاصيل في الوصف بتاع الفيديو او في اول كومنت. ويلا بينا نبدا. بسم الله. قصتنا بتدور احداثها في مدينه بكين في الصين، بعد ما الباص رقم 375 بيتحرك من محطه اسمها يوان مينج يوان، والمفترض ان ده كان هيبقى اخر باص بيطلع من المحطه ديت، لان الساعه وقتها كانت عدت منتصف الليل. السواق ركب الباص ومعاه بنت بترافقه، والمفترض ان هي وظيفتها اشبه ما تكون بالمشرفه او اللي احنا بنسميها في مصر كومساري، وبيكون مهمتها ان هي تنظم الناس لما يجوا يقعدوا وانها كمان تقطع التذاكر. وبعد ما الباص اتحرك في الطريق شويه ووقف في اول محطه المفترض هيقف فيها، بيركب ثلاث اشخاص، شاب لوحده واتنين متجوزين، وبعدين الباص بيقف في المحطه اللي بعدها وبتركب ست عجوزه وبتقعد في المقعد اللي قبل الكنبه اللي في الاخر. الباص بيكمل بعدها في طريقه في عتمه الليل والجو البارد، الجو اللي بيكون وقتها مرعب ومخيم عليه الصمت، والناس كل واحد فيهم قاعد مستني ان الطريق يخلص عشان هو يوصل بيته. وفي نص الطريق وبدون اي مقدمات الباص بيقف فجاه، لدرجه ان من قوه الوقفه الناس دماغها اتخبطت في الكراسي اللي قدامها، الناس كلهم اتفزعوا من مكانهم وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، لكن السواق وقف بسبب ان هو وهو ماشي من بعيد فجاه لمح على الطريق قدامه من لا شيء ظل اشخاص ماشيين، ولو ان هو وقف بسرعه كان هيشطهم بالاتوبيس. الشخصين بداوا يشاوروا الاتوبيس بايده عشان يفهموه يعني ان هم عايزين يركبوا. الركاب وقتها توقعوا ان السواق مش هيقف لهم، وده لان اصلا الاتوبيسات دي مش بتقف غير في محطات معينه، واللي هم عملوه ما كانش منطقي، كانوا ممكن يتسببوا في ان الاتوبيس يتقلب او ان حد فيهم يموت. وعلى عكس ما الناس كانت متوقعه ان السواق مش هيركبهم، السواق بيفتح الباب وبيستناهم عشان يطلعوا، وهنا كانت الصدمه. السواق كان فاتح بقه من الرعب اللي شافه، والناس كمان لما شافوهم اتجمدوا في مكانهم، وده لان الشخصين اللي طلعوا ما كانوش شخصين، دول كانوا ثلاثه، ثلاث اشخاص، اتنين منهم صاحيين وواحد في نصهم هم شايلينه وكانه مغمى عليه، كان مميل راسه لقدام وملامحه ما كانتش واضحه. اما بقى عن الشخصين دول، كان الغريب فيهم واللي خلى الناس مرعوبين من اشكالهم او مستغربينها ان هم كانوا لابسين لبس قديم، حاجه من التراث الشعبي الصيني، يعني في العصر بتاعنا ما فيش حد بيلبس اللبس ده خلاص. الاغرب من كده هي ملامح وشهم المرعبه المتجمده اللي انت ما تقدرش تعرف منها اي ملامح، واللي لو انت ركزت فيها هتحس ان هما مش بشر. الشخصين دول بداوا يسحبوا الشخص الثالث اللي معاهم وفضلوا ماشيين لحد ما قعدوا في الكنبه الاخيره ورا الست العجوزه. فالباص دلوقتي بقى مترتب كالاتي: السواق ومعاه المشرفه، وراهم الاثنين المتجوزين، وراهم الشاب اللي لوحده، واخيرا الست العجوزه، ووراها الثلاث اشخاص اللي احنا قلنا عليهم لسه طالعين. يعني اقرب حد ليهم كان الست العجوزه اللي كانت قاعده عماله تراقبهم بحذر، ولكنها عامله نفسها بتبص من الشباك. الصمت بدا يملى المكان، وخصوصا ان هم من ساعه ما طلعوا ما نطقوش بولا كلمه. السواق قفل الباب وبدا ان هو يتحرك بالاتوبيس. المشرفه بدات تلاحظ قد ايه الناس متوتره وخايفه، فهي عشان تحاول تطمنهم برغم ان هي نفسها مرعوبه بدات تتكلم معاهم بس بصوت واطي عشان الناس اللي قاعدين ورا ما يسمعهمش، وبتقول لهم انه على فكره اللبس بتاعهم ده ممكن يكون هم لسه طالعين من مسرحيه او من حفله تنكريه، اما بالنسبه للشخص اللي معاهم اللي هم شايلينه فده ممكن يكون مثلا مغمى عليه او ممكن يكون تعبان او نايم. وبعد شويه من كلام معاهم الاثنين المتجوزين بيقرروا ان هم هينزلوا في المحطه دي، وفعلا بينزلوا، وكده اصبح الباص ما فيهوش غير السواق والمشرفه والشاب والست العجوزه. رجع الباص يكمل في طريقه، لكن الست العجوزه كانت قاعده متوتره ومرعوبه كل شويه عماله تلف تبص عليهم وترجع تاني تبص للشباك. ومش هي لوحدها اللي كانت خايفه، ولكن كل اللي كانوا موجودين في الباص بما فيهم السواق من ساعه ما شاف ملامحهم والهدوء بتاعهم كان مدرك.
وكل اللي في الباص أدركوا إن دول مستحيل يكونوا بشر. ولكن برغم كل ده محدش اتجرأ إن هو يفتح بقه، لحد ما الست العجوزة قررت إن هي تكسر الصمت ده وتعمل حاجة في قمة الذكاء. ركز فيها وقول لي بقى هي عملتها ليه. الست العجوزة فجأة قامت بدأت إنها تصرخ وتزعق بعلو صوتها، ومسكت في الشاب اللي قاعد قدامها وبدأت تقول حرامي حرامي وتزعق وتمسك فيه وتضربه، واتهمته إن هو سرق فلوسها. المشرفة بتاعت الباص بسرعة حاولت إنها تتدخل، والشاب كان مفزوع، هو مش فاهم اللي بيحصل. وعشان يدافع عن نفسه قال لها انا قاعد قدامك فازاي هلف واحاول اسرقك. بس الست ما رضتش انها تسيبه وفضلت ماسكه فيه وقالت تزعق وتقول للسواق خدنا وودينا عند الشرطه، ولو انت مش هتودينا فسيبنا انا وهو ننزله وهنروح احنا الاتنين للشرطه ونتصرفوا بقى مع بعض. السواق حاول ان هو يهدي الوضع هو المشرفه، ولكن الست راسها وقال في سيف مش هسيبه النهارده. وفعلا السواق اضطر ان هو يقف ونزلهم من الاتوبيس. وبعد ما نزلوا ومشوا شويه الست العجوزه بعدت عن الشاب وبدات تكمل في طريق. الشاب كان واقف مش فاهم هي بتعمل ليه كده، فبدا ينده عليها ويقرب منها. قال لها ايه انت مش عايزه تروحي للشرطه؟ مش من شويه اتهمتي ان انا سرقت فلوسك؟ الست قالت له بدل ما تشكرني ان انا انقذت حياتك. قال لها حياتي؟ انقذت حياتي من ايه بالظبط؟ قالت له انت شفت الاشخاص اللي ركبوا ورا دول؟ قال لها اه. قالت له دول ما كانوش بشر اصلا. فالشاب في وقتها انصدم، قال لها انا حاسس ان هم شكلهم غريب، ومن ساعه ما دخلوا المكان انا جسمي اشعر. لكن اللي بيخليك تقولي كده؟ قالت له الرداء اللي هم كانوا لابسينه كان طويل جدا وكان مداري على رجليهم، والطريقه الوحيده عشان تعرف دول اذا كانوا شياطين او لا هو من رجليهم. ملامحهم كانت شبه التماثيل، ما بتتحركش، متجمده ميته. والست العجوزه بتقول له انا عشان كنت قاعده قريبه منهم لما جيت اتلفت وابص عليهم اكتشفت ان رجليهم مش رجل لبشر اصلا، ولكنها رجل شياطين، حاجه مرعبه انت عمرك ما شفتها قبل كده. الشاب في وقتها كان مصدوم، ولكنه كان مصدق اللي الست دي بتقوله، لان هي كمان قالت له ان الراجل اللي كان موجود وسطهم ده كان ميت، ولو احنا كنا استنينا في الاتوبيس اكتر من كده كان هيكون ده مصيرنا. الشاب بعدها بيسيب الست العجوزه وبيكمل في طريقه، وبيكون مش مصدق بنسبه 100% اللي هي قالته. قال ممكن تكون ست كبيره وده اللي فهمته، هو الموضوع كان غريب ولكن مش لدرجه شياطين يعني. تاني يوم الشاب بعد ما بيصحى وبيفتح الاخبار بيسمع خبر صدمه، لان الحافله رقم 375 اتبلغ عن ان هي مختفيه، والشرطه بتطلب من اي حد عارف اي معلومه او ركب الحافله دي امبارح ان هو يروح ويديهم معلومات عنها. الست العجوزه بعد ما سمعت الخبر راحت لمركز الشرطه وبدات ان هي تدلي بشهادتها بصفتها ان هي كانت اخر واحده راكبه في الاتوبيس، وبدات طبعا تحكي للضباط عن اللي حصل معاها امبارح، وان الاشخاص اللي ركبوا الباص ما كانوش من البشر وانهم كانوا حاجه تانية خالص. طبعا الشرطه في وقتها قالوا ان دي ست كبيره خرفانه وما صدقوهاش. لكن الشاب بعدها بيروح هو كمان وبيدلي بشهادته للشرطه. صحيح ما قال لهمش ان دول كانوا شياطين، ولكن قال لهم ان الناس دول كان فيهم حاجه مش مظبوطه، وحكى لهم عن الشخص اللي كان موجود في نصهم. وبعد ما الشرطه اخذت شهاداتهم وبدات ان هي تعمل عمليات بحث ما وصلتش لحاجه. الباص كانه فص ملح وداب، اختفى، حتى مش لاقيين بواقي ليه، وكان انفجر او كان واقع في حته. يعدي يوم والتاني لحد ما في واحد من السكان المحليين اللي ساكنين جنب بحيره صناعيه بيتصل بالشرطه وبيبلغ ان هو لقى ان في باص غرقان في البحيره. الشرطه بسرعه بتيجي وبيكتشفوا ان الباص ده هو نفس الباص رقم 375 اللي فقد من كام يوم وما كانوش لاقيينه. طبعا انت في وقتها هتفكر عادي ممكن يكون الباص ميل من على الطريق ونزل في البحيره، ولكن بقى اللي هتسمعه دلوقتي ده هيصدمك، لان الباص بكل بساطه المكان اللي اتشاف فيه اخر مره كان بعيد عن البحيره قرابه ال 100 كيلو متر. وعلى حسب الكلام اللي هم اخدوه من المحطه ان الباص ما كانش فيه بنزين يكفي ان هو يمشي حتى ربع المسافه دي، فازاي وصل هناك؟ لما تابعوا الكاميرات بتاعت الشوارع عشان يتتبعوا الباص لقوا ان هو ما سلكش اي طريق يودي للبحيرة. كل ده كان كوم، والحالة اللي هم لقوا بيها الجثث كانت حاجة تانية خالص، لان هم لقوا جوه الاتوبيس 3 جثث. الجثث كانت مشوهة بطريقة بشعة لدرجة ان الناس اللي كانوا بيحققوا ورجال الطب الشرعي قالك ان استحالة يكون اللي عمل كده بني ادم. الجثث حرفيا كانت مدمرة. ولما بدأوا يتعرفوا عليهم اكتشفوا ان اول جثة هي جثة السواق، وتاني جثة هي جثة المشرفة، وتالت جثة هي جثة شخص مجهول الهوية ملوش اي سجلات، وغالبا ده هو كان الشخص اللي هم شايلينه ما بينهم. ورجال الشرطه بيتفاجئوا بحاجه مرعبه اكتر لما جم يفتحوا خزان البنزين وبيلاقوا ان هو متعبي كله بالدم، ولما حللوا الدم ما عرفوش هو دم مين. تقرير بحث الجنائي والطب الشرعي بعدها بيقول ان هم ما ماتوش من الجروح اللي لقوها في جسمهم، ولكن سبب الوفاه تم تسجيله انه سبب مجهول، او بمعنى اصح ان الناس دي ماتت من الرعب، لان كل الجثث كانت ميته وهي بتصرخ وفاتحه عينيها على الاخر. واضح ان هم قبل ما يموتوا شافوا حاجه وقفت قلوبهم من كتر ما هي مرعبه. اللغز ده حتى الان لسه مفيش اي تفسير ليه، وسبب الوفاه زي ما قلت لك كان مجهول. فهل اللي حصل معاهم كان حاجه
حاجة فعلا من فعل الجن أو الشياطين، ولا هي حاجة تانية ربنا سبحانه وتعالى خلقها وإحنا ملناش علم بيها؟ هل ممكن يكون في كائنات عايشة في العالم ده وإحنا ما نعرفش عنها حاجة؟ ودي كانت نهاية القصة. لو بتحب النوع ده من المحتوى متنساش تعمل فولو واشتراك لو أنت على اليوتيوب، وتدوس على اللايك عشان تساعد الفيديو إن هو ينتشر. ويا ريت ما ننساش ندعي إخواتنا في لبنان وفي السودان وفي غزة وفي كل الدول العربية، ربنا ينصرهم. ويا ريت تعذروني لو كان صوتي مش أحسن حاجة، أنا والله قاعد بصوا ماسك علبة المناديل جنبي بموت، أقسم بالله ما قادر. فادعوا لي إن ربنا يشفيني يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين. كان معاكم محمود زايد، سلام.